طيب لا قدر الله وقعت أو وقعتي ضحية لمبتز، إيش الأشياء اللي ممكن نسويها عشان نتخلص من هذا المبتز؟ أولاً التأكد أن الشخص الذي يبتزك يملك أوراق حقيقية ممكن يضرك لو نشرها، لأن بعض المبتزين قد يهدد الضحايا ببيانات لا يسبب نشرها أي ضرر أو ممكن تسبب نوع من الحراج اللي ممكن يزول أثره بسرعة من أذهان الناس. هذا أول شيء لازم تتأكد من وجوده فعلاً حتى لا تكون ضحية لشيء مش موجود أساساً. بالأول والأخير أنت ضحية، مثل ما احنا نقول منتيش، مش أنت اللي جبتيها على نفسك. الإنسان اللي سوالك الابتزاز هو الإنسان المريض النفسي، مش أنت اللي أديتي هذا الشيء لنفسك. ثانياً، في حال حصل لك هذا الوضع لا تقوليش والله لا أنا ممكن أخضع لهذا الإنسان، لو تكلمت بزيد زيادة بنضر أكثر. لا، حتى لو أهلك ضدك، حتى لو أهلك ما تفهمونكش، ممكن تتجنبي أنك تتكلمي مع أهلك، تتكلمي مع سلطة معنية. إذا السلطة المعنية شفتي والله العظيم ما نفعتكش، الآن في حاجة عندنا قوية جداً اسمها السوشيال ميديا. إذا تبين لك أن المبتز استطاع الحصول على شيء من خصوصياتك، هنا حاول بكل قوتك أنك ما تنهار ولا تستسلم للخوف. حاول تجمع نفسك وتتعامل مع الموقف بهدوء. طبيعي أنك بتكون خائف، أصلاً الابتزاز هو تجارة بانتزاع أمن الناس وبيعهم أمن مؤقت مقابل منفعة للمبتز. فكلما شعر المبتز أنه لم يأخذ منك قدر كبير من الأمان أصبحت سلطته أضعف. وهنا يأتي دور الأهل اللي لازم يحتوي الضحية، ويجب عليهم توفير أكبر قدر من الأمان للضحية، لأن المبتز يضغط على الضحية بانتزاع حالة الأمن اللي كان فيها. ولو الأهل ما بادروا بتوفير هذا الجو للضحية فالأمور لا شك بتروح للأسوأ، ويجتمع على الضحية ضغط المبتز والهجوم والعنف الأسري، وهذا دفع بعض الضحايا للانتحار هروبا بأرواحهم من كل هذا الألم والعذاب. إذا ما وقف الأب والأخ والخال والعم مع الضحية وحسسها بالأمان وأنه سند لها، فمن سيقف معها في هذه الفترة العصيبة؟ أيضا لابد من الاستعانة بمتخصص في أمن المعلومات، وهناك مبادرات تطوعية في اليمن مهتمة بهذا المجال ولها جهود مشكورة، وبفضل الله ثم العاملين فيها تم حل كثير من قضايا الابتزاز وتخليص عدد غير قليل من الضحايا من قبضة عصابات الابتزاز، مع حفظ خصوصيات الضحية بشكل تام.